يلا باتنين ونص باتنين ونص باتنين ونص. بقولك يا اخ، ليش معاك حاجه للزور؟ لحسن صوتي راح مشوار ولسه ما رجعش. انا مش فاهم، مفيش اكتر من الارصفه في اسكندريه وبرده مصر تلزق فيا؟ ما عشان اخد بالي منك، وخصوصا انك عامل لي فيها الدكتور شديد وبيع نشاره خشب على اساس انها علاج للبني ادمين. يعني ايه؟ سيبك منه، هو ابني بصحيح بس طالع لامه جزمه. ده مسحوق قرن غزال تركي يقوي الظهر. انا جايب الشحت ده الا ببركاته. حلو قوي حلو قوي بالنسبه لبقى انا بدل الوكاله دي. ايه ده انت مين يا ولا عايز ايه؟ ابوكي حسن عطا الشهير بحنتيره، راجل اعمال. ما تقولش راجل بس. لا لا لا، فيها بيت انت محجبه شعرك ومعريه لسانك ولا ايه؟ لم لسانك يا ولا، عايز الاقي شحت هاجم على الدكان وابقى مبسوطه. لعلمك انا زميل على الرصيف اللي قدامك ده، يعني واب كسيف ومزنقنا يعني بالنسبه البلديه، قلنا نيجي نفتح تعاون مع بعضينا. بقول لك ايه، شفت فيلم طرانا في سينما هوينا؟ طب بقولك ايه، ما تيجي تعتبري نفسك بن لادن وانا صدام وجاهز تخبى عندك يومين. طب اتكل بقى احسن نبلغ عنك للقنصل الامريكاني. اه باشا، الواد ابن الحصه دي يا باشا. وادي القنصل الامريكاني وصل. هو ايه ده؟ ما تمدش ايدك على الزبون، المحل ده تبع الحاج علي خيري امين الحزب الوطني، ولو لمستوا حاجه هنشتكيكوا للمحافظ. طب يلا سيبه تعالى. صلي على كامل النور. عليه الصلاه والسلام يا اخويا، بس يا ريت تزيد النبي صلى بره المحل. انت بنت جدعه وكفاءه وشهامه وكلك رجوله وزي القمر، ولسانك ده عايز اقطعه. ايه؟ خد بالك من البضاعه، معدك جاي يا عم ابراهيم. ايه يا حبيبي مالك مكلم كده ليه؟ ماتت ميسه تدلع قدام كل ترابيزه شويه وعايزين ابقى مبسوط. لا ده انت بتقول يا شر شطر. اسمعي انا خطيبك ومن حق اتكلم زي ما انا عايز. امال شاعر ومثقف ازاي بس؟ على العموم انا مخاصمك لغايه ما تيجي تصالحني. ولا عمده ولا عمده، خطيبك فين يا نورمي؟ عمده فين؟ اخويا على عمده تعالى، عايزك كنت هقول لك حاجه. عايز ايه؟ عايز ايه اللي جابك دلوقتي؟ اه ده واضح انها مطرقعه لك جامد قوي. عايز ايه حنطير؟ عايز ايه حنطير؟ بقول لك ايه، انا جاي قصدك في خدمه. انا عايزك تالف لي قصيده حب يا عمده، قصيده حب بس تبقى مش عبطه انا، بس تبقى باليوناني. باليوناني؟ طب انا افهم يوناني منين؟ انا افهم يوناني منين يا حنطيره دلوقتي؟ ايه ده؟ ايه يا عمده؟ ايه يا عمده في ايه؟ طب مكتب الله سيحرك في المحل ده وقلبه لك دندار. خلاص خلاص اهو خلاص، حقك عليا. في حاجه ثانيه؟ طب جيب بوصه من بقك. يعني ينفع كده بوصه من بقك قدام الناس؟ حنطيره. خلاص يلا ما تزعلش، خلاص عشان بس ما تطفيش في الارض. بقول لك ايه، انا هستناك بره عشان نعدي على هيما. ماشي اتفضل. شايف انا قتلت المصر في المحطتين، المحطه الجايه هكون جرتها لك لسكه الخطيئه. نطلع على اخوك هيما في الكباين يظبط. ظبط ايه؟ خف عليها شويه، البنت شكلها مخنوقه منك. عيب الكلام ده على فكره، ده زمان صورتي اتحفرت في قلبها. شوف شاور ايه؟ انت بتعكسها ولا؟ انت مالك؟ وانا مالي ازاي؟ انا خطيبها بقى. بتتخانق؟ مش كفايه انك خطيبها، ده انت اسود قوي يا اخي. ده صدق انك انت لازم تنضرب النهارده. اه مصدق انك هتنضرب النهارده. كده؟ ولا حمو ولا ابراهيم ولا علي ولا دوحه، تعالى انا. هو انتوا كلكم خطبينها ولا ايه؟ قرايبها يا حبيب. واللي معاها كل دول تركب عربيه الستات ليه؟ خايفة من ايه؟ مني ولا عمده؟ يا عمده خالع يا رجاله، يبقى انا هتضرب لوحدي. اه خلص يا حنطيره، تضرب يا هط. ممكن اصحاب الكبائر يطبوا علينا. شيطة يا جدع، محدش بيعذبها يا عم. يعني مفيش غير احنا الثلاثة والشيطان ربعنا. خش انت جوه مالكش دعوة. بسرعة هظبطك. اللي كبير اللي كبير اللي كبير
سهرك احلى سهره، هديك اللي انت عايزاه. مساء الخير يا باشا، ممكن اطلب بس طلب انساني؟ عد عليا في الجمعيه الخيريه يا باشا. انا عندي مصيبه، مراتي حامل وجالها طلق في السابع ليها، ربنا يكرمك. الله يستره، حارس الكباين فتح لنا كابينه، بس انا دكتور امتياز بس اعصابي بايظه، بص مش عارف اتصرف. محتاجين بس حرمه معانا جوه عشان نلاقي ربنا يخلي لكم ولادكم. احنا مطلقين. انا اسف، الظاهر ان انا جيت في وقت مش مناسب. الدنيا جرى فيها ايه يا اخوانا؟ بني ادمين هياكلوا بعض. ما تخافش يا اخويا، هخصم لك الوقت الضايع. هي الكابينه فين يا استاذ؟ هناك كده. اطمن، انا ولدت اختي قبل كده. وجابت ايه ما شاء الله؟ طبعا ما انت مش خرمان حاجه. تعال شوف مراتك وخيبتها يا اخويا. مراتك باين عليها شلق. لا ده هي شلق وبيئه واطيه وسافله، بس بنت حلال. ها يا ريس، حضرت الميه؟ الميه جوه يا باشا، الميه جوه يا باشا، ربنا يرتاحها بالسلامه يا رب. خلاص يا حبيبتي بقى، ما تبقيش اوفر. اتفضلي اتفضلي اتفضلي. بس اصل هترجع لك على طول، ما تخافش. على طول ان شاء الله ترجعوا لبعض تاني. اتفضلي اتفضلي. مالك يا اختي؟ سلامتك يا حبيبتي. الولادة دي شيء صعب جدا، ده انا خالتي تعبت جدا وهي بتولد حمادة. حمادة مين؟ حمادة ابن عمتي. هو حمادة ابن عمتك؟ ايوه، بس خالتي اللي ولدته. لا، هو حمادة ابن عمتك ولا ابن خالتك؟ حمادة اخو سامي الكبير. سامي مين؟ انت مالك دخلت في عيلتنا ليه كده؟ اهو ولد ان شاء الله، ولد يا رب يقومها لك بالسلامة يا رب يا رب. طيب بعد اذنك بقى روح اجيب مقص عشان نقطع الحبل السري. طب لما يجي حمادة اقول له ايه؟ قول له امك سألت عليك، ما تنساش. سلام عليكم. هي المدام بتزغزخة؟ بتزغزخة يا باشا، بتزغزخة. ما بتزهقش من الصياعه؟ كمان صياعه صباحك. يما عندي شغل. صياعه ايه؟ يلا ظبطي لي طبق بقى بسرعه. يلا يا معلمه، يلا اعملي لنا صحن حلو كده زيك. من عينيا بالسلم الهاري يا معلم هباب. مسا يا معلم شهاب. اهلا يا حنتيره. بقول لك ايه يا ولي، مش هنعملوا شغل مع بعضينا ولا ايه؟ يا معلم شهاب، ما انا قلت لك 100 مره انا ماليش في سكه المخدرات دي، دي ضد مبادئي. وانا عايزك بقى عشان خاطر المبادئ دي. يا سلام. امال ايه يا ابني؟ يا ابني انا صعبان عليا شباب مصر واللي بيعملوا البانجو فيه. البانجو ده بيلحس الدماغ، عايزين نرجعوا بقى للحشيش. الحشيش الحشيش اللي احنا ورثناه ابا عن جدا. يا سلام، انا اول مره اشوف تاجر مخدرات بيضحي عشان خاطر مصر. ماشي، مقبول عشان خاطر امك. كل وانت ساكت، كل وانت ساكت لا تزور والسر الالهي يطلع. بقول لك ايه يا معلم هباب، الولد ده الحيله مالكش دعوه بيه. الاحسن والمرسي والعباس ابلغ عنك الحكومه. ما عندك وش باع بيه، ماليش دعوه بيه خالص انا. يلا يما بقى، فين طبقي؟ انا عايز امشي. يما قومي، دي شطه مفتريه. ماشي ماشي، مشيت عليك دبابه روسي يا معلم هباب. ليه بس كده يما؟ ده راجل وطني وعايز يخدم البلد. سمعوا ايوه يا واد يا ولع. ايه اللي هتغنيه دي عاد؟ ايه الشرير ايه بتاعيه؟ يا تغني بعجب يا تنجرع من هنا واصل. يا حنتيره احتشم، غني اي حاجه تانيه. معلش يا معلم، حقك عليا. حاضر حاضر. والضحرج وجري يا رمال، انا على حجري يا رمال، انا حجري حنيه يا رمال، يا رمال والضحرج وجري يا رمال، انا على حجري يا رمال. اقص عليك وعلى رجالتك. ايه اللي هتغنيه دي؟ ايه حجري ايه وبتاعيه؟ قلت لك حشمه حشمه. يعني اغني لك دميني؟ دميني هنا.